السلام عليكم، معكم عبد الفتاح بامو ابن مدينة بني ملال عداء. تندير الرياضة تاعي الجري بالكراسي المتحركة. وقعت لي الكسيدة تاعتي اللي كانت وقعت لنا الكسيدة المأساوية في 2005 اللي مسميها أنا في الذاكرة تاعي الجمعة السوداء. كانت واحد الحادثة خايبة بزاف، لأني كنت ناعس في الدار. من بعد جاتني الصديق ديالي اللي تاواني توقعت لي الحادثة معايا، ناعس فقط خرجت عيط عليا، خرجت لعندو، مشينا أنا ويا إحدى الواد في طريق عنا سردون اللي هابط من عنا سردون. ريحنا عاديين تنتعاودو عاديين، إلا في واحد اللحظة أنا تنتفاجئو بواحد السيارة سيقا واحد المطاور جايب واحد السرعة اللي هي خيالية ما يتقبلاش للعقل. طريق صغيرة وغادي فيها 120، كتربي السيارة تاعو تيخرج لعندنا حنا الطريق فين جالسين، تيخبطنا تنجيو حنا في ذاك الواد، تتحنقز الطوموبيل فوق منا كتحصل. من بعد جاو رجال الوقاية المدنية، واخا انهم تعطلوا شي شوية، تعطلوا ماشي شي شوية، تعطلوا بزاف باش انا غادي يجيو. جاو لقاونا حنا في واحد الحالة لا يرثى لها، رجلينا مشتتين، انا رجلي وحدة تبطرت لي في البلاصة، تقطعت في البلاصة، الاخرى تفرقعات تشتت، ما بقاش فيها العظم، بقى اللحم بوحدو، العظم كاع مشى مع داك الواد. دري صاحبي كذلك واحد رجلته تفرقعات ليه، تضربته وتحل كاع من كتفو، كانوا طايحين. تجات لومبيونس، داونا اون فوا، داونا لوبيتال، داونا السبيطار تاع بني ملال، دخلونا واحد الوقيته صافي. تنتفاجأ براسي انا دخلت الغيبوبة، ومن بعد الغيبوبة دوزنا 3 ايام تاعت الغيبوبة اللي كنت مغيب فيها. من بعد فاش شقت عقب طلعونا للسبيطار الفوق، تفاجأت فاش شقت ديك الغيبوبة، تنتفاجأ بواحد الرجل ما عنديش، تنتلم السلاحة وكتلقى رجلي ما عنديش، ولكن الحمد لله هادشي كلشي في ظل الله. انا تنامل بالقضاء والقضاء، تنتفاجئ برجل ما عنديش، وفاش نمطي ديال الجهه الاخرى تلقى رجل باقه. الا انا كانوا داري ليا فيها الحديد، واخا ما فيهاش العظم، داروا فيها حديده وداروا فيها دوك الحديد باش يبقاو شادين داك الشيء العظم اللي باقي، باش يبقى اللحم مجموع. بقيت في السبيطار تاع بني من الواحد 20 يوم. عقبت جات واحد الراهبة من الكنيسة اللي كاين عندنا هنا في بني ملال، جات وقفت معايا وهي تهزني من هنا من بني ملال، داتني للسويسة الرباط. فاش داتني للسويسة في الرباط ريحت، تكلفت لي بجميع المسائل تاع تمايا وجميع الوثائق، مشات جمعات تريكلات كلشي. بقيت مريحت ما في السويسة في الرباط لمدة عام، وتتفاجأت بأن كاين واحد السيد الله عمره دار اللي كان ديك الساعه مدير تاع السويسي تاع الدراري الصغار، وهو الجار ديالنا من جيراننا. تفاجات بيه بلا كانت ما هو اللي كان تيعطي التعليمات باش اطباء ولا بروفيسورات ولا كلشي يردوا معايا البال. والحمد لله بقيت معاهم، بقاو تيعانيو مع هاد الرجل هادي باش تصح. الا اللي مكتاب ليك راه مكتاب ليك. بقات حتى صافي واحد النهار كان لحد خرجت لي من دودة، تنسحب انا صافي مدودة كاملة، ويا سبحان الله ديك الدودة عيب وحدها هي اللي كاينة خرجت لي. من بعد جاو الأطباء بروفيسوران يتقلبوها، حلو رجل، نقاوها وتاني سوانا وما لقاو فيها حتى حاجة. دازت على سيمانة وليت نقول لهم انا صافي احيدوها، انا اللي اقتنعت، ماشي شي واحد اللي ورك عليا قال لي لا خصك تحيد ما تحيد، انا اقتنعت صافي لحقاش الشتا ما غاديش تعالج وغيبقى نعاني معاها. قلت لهم صافي احيدو، ومع ذلك ما قدروش لحق. وبالاخص واحد القضيه نسيتها تاع الدواء، كنت ندير واحد الدواء كان تيدير 6 المليون، كان تيصيفطو لي سيدنا الله ينصرو، كان تيجيني هما براوات كنت نديرو، كان تيصيفطهم لي ديما سيدنا الله ينصر باش يحيدو داك الميكروب وحيدو كلشي. ولكن مع ذلك جا التعفنات، باقي التعفنات تيكثروا على حسب داك الواد فاش طحنا، فاش تحلت الرجل ويطلع داك الماء كله ميكروبات ويولي تعفونات. والحمد لله
بقينا غادي تيقول لي هما الناس اللي مقابلين البروفيسورات ولا الاطباء ولا الفرامي تيقول لهم تحيداش لا خليها حنا عانينا معاها باش تبقى. وانا قلت لهم صافي حيدوها، قلت لهم صافي ما حد انا غادي تبقى بحكوا غادي تبقى محنانك. هما ديجا كانوا عارفين باللي فيها تكون فيها الميكروب ويقدر داك الميكروب يطلع ليا ويقدر يفقدوني حتى انا، ولكن فاش شافوني انا مقتنع عقبو صافي هما يرتاحوا. واخا انا انت ما كانت عندهم واحد الرفيه قصيره باش انا يبوحوا لي يقولوا لي خاصها تبطر ما قدروش، ولكن سبحان الله بحال الله عطاني واحد القوه وقدرت انني انا نخرجها من عندي. وصافي عقب دخلوني دوني البلوك، دار معايا باش الغد لي مثلا ندخل البلوك. مشيت باش مطلعيني للبلوك تنتفاجئ ما كاينش البروفيسورات اللي كانوا مقابليني، تنتفاجئ ما كاينش البناجه اللي كانت مقابلاني، الاطباء ولا فراملية كلشي اللي كانوا مقابليني اللي تيطلعوا معايا للبلوك يوميا حقاش كنت ندير البنج يوميا باش نبدل الباسما، تنتفاجئ ما كاين حتى واحد فيهم كلشي تبدل. صافي داروا لي البنج بقيت بطروا لي رجال هبط، لقيت واش تنفيق ما تلقى حتى واحد. حيت راسي وليت شي شويه فقت من البنج تنطلب لهم كرسي، قلت لهم جيبوا لي شي كرسي كروسه لا شيز، قلت لهم جيبوا شي لاشيز قال لك ما كايناش شي لاشيز باش بغيت ريح تسارع. انا الفكره اللي عندي انا خصني لاشيز باش نتحرك باش نتمشى، واخا انا تنحس براسي راه باقي نعدي رجلاتي. جابوا لي واحد لاشيز في عرويت صغار ما عندهاش يمين تدفع، ريحت فيها عجبتني صراحه تقال عجبتني لحقاش غادي نخرج من واحد القوقعه كنت فيها انا العام كامل وانا كنعس على ظهرك، وغادي نخرج من واحد القوقعه كنت فيها. فاش عطوني ديك لاشيز وبديت غير تنتمشى مع الحيط، تنشد في الحيط بحال هكا تنجر وغادي بها. وفين غادي نمشي؟ غادي نمشي ديريكت للبيرو تاع البروفيسور، غادي ندق عليه غادي يقول لي دخلت تصحاب مسكين شي واحد اللي جاي عنده. فاش قال دخل دخلت عليه هو تفاجئ فاش شافني مسكين بقى تيبكي، قال لي انا ضحيت معاك وكل شيء ما بلا ما تقول لي زعما كاين حتى حاجه، بلا انا نهضر معاه نقول لي علاش ما جيتيوش علاش ما كنتوش معايا علاش ما قلتوش معايا، قال لي بلا ما تقول حتى حاجه قال لي انا ما قدرتش نقرب لعندك. قال لي لحقاش قال لك انا عانيت مع ديك الرجل وتكرفست معاه وكل شيء، قال لك انا ما بغيتش نحيد ذلك ولكن انت فاش اقتنعتي ما بقيتش قضيت نقيس. لحقاش ضحاو كلهم تنشكرهم من هذا المنبر، تنشكر كاع الاطباء والفرامليه الفرامليات ولا المدير السويسي اللي كان ديك الساعه ولا لي بروفيسورات الدكتور العمراني ولا الدكتور غوريندا الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار اليوم، واحد بروفيسور خالوق بزاف وواحد البروفيسور اخر سميتو الحاج ما عارف سميتو تنقول ليه بالحاج، تنشكرهم كاملين اللي وقفوا معايا وكل ما كانوش هما كل ما كنتش انا لحقاش عانوا معايا. من بعد ما تقطعوا الكارت والحمد لله فاش تبطروا لي رجلي بجوج ما كانتش عندي شي عقده اللي غايت تشد لي في النفسيه تاعتي ولا تضيق لي في النفسيه تاعتي، بالعكس حسيت براسي بخير ماشي ما عندي حتى شي عقده لا من الاعاقه لا من حاجه. لحقاش عندي واحد الايمان قوي بالله، لحقاش اي حاجه عندك في الحياه تاعك غيدوزها، الامتحانات تاع الحياه تاع الدنيا غيدوزهم كيف ما غيكون يا خايبين يا زوينين، واي حاجه راه مكتوبه لك نهار تتزاد اي حاجه راه مكتوبه لك كي كانت زوينه كي كانت خايبه. الانسان فاش يبتلي الله خصو يحمد الله ويشكره، ما خصوش يقنط من رحمه الله. لحقاش الا قنطتي اول حاجه غيجيبها في راسك النفسيه تاعك غيتخسر، ثاني حاجه غتخسر مع الله. الانسان ديما خصو يكون قوي، والاعاقه ما دارش فيا انا شي ضغط في النفسيه تاعتي ولا شي حاجه، بالعكس انا نهار حسيت نهار تبطروا لي رجلين وانا ديما فرحان ديما ذاك النشاط تاعي اللي كان عندي وانا برجليا باقي عندي حاليا وانا برجلي، نحس براسي عادي انسان عادي. لحقاش الاعاقات تتكون في العقل، الانسان اللي ما كانش يفكر بعقله يقدر يدخل في واحد الضيق النفسي ولا غادي يولي خاصو طبيب نفسي غادي يولي خاصو الكين خاصو شحال من حاجه. الحمد لله تنحس براسي ديما اون فورم، وتحديت هذه القضيه تاع البطر تاع الرجلين ودرت الرياضه. علاش؟ لحقاش انا ديجا كنت تلعب كره وكنت كواري مزيان، من بعد بغيت ندير الباسكيت كيفاش تجبدت وليت طويل، وفاش وقعت لي الاكسيدا انا باقي صغير عندي 16 عام والبايص شدني كامل
باش عرفتو شدني كامل لحقاش كانت باقا هاد الرجل هادي وشدني الباياس كامل. كنت ندير الباسكت ديك الساعة باش وقعت لي الكسيدة، ولكن بخير. وانا دابا حاليا واخا مشاو لي رجلين انا دابا بطل الحمد لله، بلا رجلين وبطل. وكل بقينا كل بقيت مثلا برجلي ما غاديش نوصل، انا عاد الفكر تاعي كل بقيت برجلي نقدر ما نوصلش هادشي اللي وصل لي دابا في الرياضة. الحمد لله انا بطل، بطل تاع المغرب وداخل مع ليكيب ناسيونال مع المنتخب الوطني، وجيب جوائز بزاف للبلاد تاعي اللي تنشرفها، وفرحان بهذا الشيء بزاف. علاش؟ لحقاش تبعت واحد الطريق اللي هي زوينه اللي هي الرياضه، تخليك بعيد على البليه، بعيد على التجمعات الخايبه، بعيد على شحال من حاجه، تخلي ديما عندك واحد الفكر تاع الوقت. خاصك تفيق الصباح، تفطر، تسرح واحد شويه، تمشي تريني، دير الحصص تاعك تاع التدريبات تاعك، تريني تمشي ترينيك، كتجي من لونترينيما خاصك تدوش، تغدى، تنعس، تتفيق عاوتاني لونترينيما، تمشي عاوتاني تتريني، تجي تدوش، تمشي دير كافي. ديما تخلي لك السيستم تاعك تيبقى نقي. وداك النهار الحد فاش يكون عندك روبو تتخصو تا هو، كاين حوايج اخرين تتخصهم ليه، تيبقى ديما البروغرام عندك مزيان تاع الرياضة. نصيحة مني، واحد نصيحة مني للشباب اللي عندهم إعاقات، اللي ما خصنيش ننصحهم. علاش؟ الا كان الانسان عنده اعاقات هو مزيود، راه هو تتزاد معاه الاعاقه، راه ما بلا ما ننصحو انا، هو عارف الحياه تاعته كيفاش دايره. ما يدخلش في واحد الدوامه اللي تقدر تجرو الانحراف تاع البليه، الشراب، كارو، يمشي يدير رياضه، يقدر انه يمشي يخدم. لاحظت اي كاريطه ودار فيها الكارو غادي تسمى خدام، المهم تيسعاش يتسمى خدام، تيعرق عليها باش يخلي ديما المجتمع تاعنا يبقى ديما عاطيه هو قيمته، ماشي يحتكرو. لاحقاش عندنا حنا المجتمع تاعنا تيحتكر المعاق، حنا خصنا نتفاداو هاد القضية تاعت ان المجتمع تاعنا نخليو يحتكر المعاق. خص المعاق ديما نخليو في واحد المرتبة ديما الفوق، بحال هازين فوق العمارية، يبقى ديما هو الطوب. وهادشي اللي بغيت نوصل لهم انهم يتقاتلو يديروا الشراء، يبيعوا الشراء، يخدموا على راسهم، ما يبقاوش مريحين. وحتى الا كان في الاستطاعه تاعو انه يدير الرياضه، علاش لا؟ راه كاين جمعيات ديال الرياضه، يمشي يلتجئ اليوم ويدير الرياضه، وغدا ولا بعد غدا تلقى مع المنتخب ان شاء الله، ويكون منافس ديالي. ونصيحتي عاوتاني الثانيه للناس اللي تيكونوا صحاح وتيدخلوا في الاعاقه، ما خاصهمش يزيروا على نفسيتاتهم، خاصهم ان فوا توقع لك الاعاقه يا تبطرت لك يد يا رجل، ما تقنطش من رحمه الله. لحقاش الله اللي دار لك واحد السبب باش انا تبطر لك ديك اليد. تقدر مثلا تبطرت لي انا رجلي في الكسيده، كون ما كانش ديك الحادثه ما تبطرش لي رجلي، ولكن نقدر نكون عاطي في الدروج ويوقع لي مثلا تكركيبه ولا شلل نصفك، خصهم يتحيدوا الابتلاء. وهذه نصيحه تاعتي، اي واحد داخل كان فاليد، كان صحيح ودخل على الإعاقة، ما يزيرش على نفسيتاتو، يحمد الله ويشكرو عليها. لحقاش ديك الإعاقة تقدر تكون لي تغير لي الحياة تاعو، لحقاش سيدي ربي ما تيسد باب، تيحل لك بيبان. وهادي راه ماشي غير مقالة قالو، هادي راه بتجربة أنا عشتها. ربي باش يسد لك باب تيتحل لك بيبان، والحمد لله أنا بخير وعايش بخير، ديما ضحك، واخا ما عندناش وبخير الحمد لله وتنشكرو.